شغل حفل استعراضي لمشاهير في الرياض المتابعين وأثار حالة من الغضب في صفوفهم. وتصدر هاشتاغ انفلات مشاهير بالسعودية قائمة الترند في موقع تويتر صباح الأحد عقب تداول مقاطع فيديو خاصة بالحفل. ووفق المغردين فقد أحيا الحفل مجموعة من المشاهير دون مراعاة للذوق العام والاحترازات الصحية، ووثقت مقاطع فيديو متداولة مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا وهم يحتفلون في مكان خاص بالمناسبة بسبب توثيقهم حساباتهم الشخصية بمشاركة فرقة نسائية راقصة. وبعد تصدر الهاشتاغ على موقع تويتر، حذف أغلب المشاهير سناباتهم عن الحفل بعد أن أثارت المقاطع المصورة جدلاً بين السعوديين. ورأى البعض أن تصرف المشاهير مخالف للعادات والتقاليد ومناف للقيم السعودية عدا مخالفتهم القيود المفروضة على التجمعات بسبب أزمة الفيروس. وجاء في التعليقات: للي ما يدريش سالفة ذول المشاهير أجانب وأغلبهم سعوديين مساويين إيفنت وجايبين راقصات عاريات وأغاني واختلاط وبدون كمامات وهم أكثر من 50 شخص. ومن بين المؤيدين للحفل من قال: هذا شيء طبيعي جدا ونتمنى المزيد من الرفاهية لمشاهيرنا ولمواطنينا بدلا من السفر للخارج وإرسال أموالنا إلى دول أخرى. وطلب آخرون بضرورة القبض على المشاركين. الغريب ما قد شفنا تم القبض وهم متجاوزين على الشرع وعلى الأنظمة بهذه الجائحة، يعني يا ليت أحد يتحرك. معالي النائب العام وإلى معالي وزير الصحة وفرق الرقابة، أي شيء حسسونا إنهم غلطانين قبل يصير الموضوع عادي وعلني. وفي رأي آخر قال متابع: الغلط مو من المشاهير، الغلط في الشركة نفسها، لأن بالنهاية المشهور جاءته دعوة لحفل ما يدري ماذا يحتوي، يدخل يلقاه زي هذه البهرجة. بالنهاية المشاهير عيال أو بنات من زمان يجتمعون مع بعضهم سواء بحفل أو بدون. فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجهات الرسمية، إلا أن المحامي السعودي فايز العنزي دعا الجهات المعنية إلى وقف التجاوزات والممارسات السلبية لمشاهير السوشيال ميديا.